في ندوه كانت في ظل فعاليه ومبادره السيد الرئيس التي دعا عليا في افطار العائله المصريه الحوار الوطني لايجاد قواسم مشتركه والانفتاح السياسي وفكره ان الدوله المصريه تسعى للجميع بجميع الايديولوجيات بجميع الافكار. الحوار الوطني حوار شعبوي، حوار وليس نخبوي، ممثل في جميع اطياف الشعب. فبالتالي انا النهارده عندي هنا، عندي النقابات، عندي الاحزاب، عندي الجامعات، اتحادات الطلبه، عندي كل الاطياف للشعب المصري. عندي حاجه كمان النهارده كنا بنتكلم عليها، حته موضوع المحور السياسي. بنتكلم على قانون مباشر الحقوق السياسيه، قانون 45 بسنه 2014، محتاج ان انا اشوف في ايه بيتعدل على اساس تحسين الجوده. انا النهارده بنتقل بشعار الجمهوريه الجديده، باجراءات على الارض للجمهوريه الجديده، فبالتالي لازم يكون عندي اليات تشريعيه واليات تنفيذيه تحقق للشعار ده. بنتكلم على موضوع قانون مجلس الشيوخ، عبرنا عن رؤيه الحزب بخصوص القانون مجلس الشيوخ، وانتقلنا واستعرضنا حته من دستور 23 انتقالا الى قانون 120 لسنة 1980 وتعديل 2007 وصولا إلى قانون 2020 141، واتكلمنا على دور مجلس الشيوخ وعلى سبيل المثال للحصر في حتة تحسين الجودة التشريعية كقانون مثلا، لو احنا اتكلمنا قانون البناء، قياس الأثر التشريعي، طب المقترحات، طب حتة مركز أبحاث الدولة التي تملي أطلق على مجلس الشيوخ أنه مركز أبحاث الدولة. بالتالي أنا محتاج هنا النهاردة لقانون يتلائم وفي نفس الوقت بالمقارنات مع ذي قبل يحقق للموضوع. الحقيقة النهاردة ندوة كانت سرية جدا، اتكلمنا فيها عن عدة محاور وعدة موضوعات، من أهمها الاستحقاقات الانتخابية، بنتكلم فيها عن ما يمكن إثارته فيما يتعلق بمجلس النواب، انتخابات مجلس النواب، انتخابات النيابية، فيما يتعلق أيضا بتوسيع اختصاصات مجلس الشيوخ، من منطلق أن الحقيقة مجلس الشيوخ أثبت في المرحلة السابقة أن هو كان سند وداعم لكل أو لمعظم القوانين اللي نقشت في مجلس النواب، وكانت الحقيقة قوانين نقدر نقول أن هي كانت مدروسة بعناية. يعني إحنا بنتكلم على المحور السياسي، ده أهم حاجة اللي أرضك على المحور السياسي، فكنا بنتكلم على برضو على قائمة المطلقة، وليه إحنا كنا اخترنا قائمة المطلقة بعد أحزاب أخرى، والنسبية تطبيقها إزاي وصعوبة تطبيقها، فتكلمنا في كده وشرحت تاني على القائمة المطلقة إن 50% فردي، ده النائب اللي بيخدم الخدمي وبرضو طبعا بيبقى، لكن في القائمة ببقى عاوز أحزاب كتير معانا، وفي الآخر 13 حزب كانوا موجودين، عاوز تكنوقراط، لأن مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هقول مجلس النواب في الأول والآخر هو اللي بيشرع، يبقى لازم عندي تكنوقراط يعرفوا يشرعوا، يعرفوا يناقشوا حكومة، يعرفوا، فبيبقوا في القائمة مع الكوتا. لو عملنا قايمة واحدة للكوتا بس تبقى 40%، فاحنا كنا بنتكلم على 10% بس اللي هيتحط فيها التكنوقراط، بنزودهم وبنحط برضو بعض الشعبيين في القايمة عشان الناس تعرف برضو يعني ايه قايمة. دايما هيقولك اللي في الشارع يقولك هو مين راس القايمة او مين اللي في القايمة، فلازم تقول لهم اسامي شعبي. حقيقة الندوة كانت ندوة سريعة جدا، تناقشنا في امور كثيرة، منها النظام الانتخابي، منها المحليات، طبعا يمكن على الشغل الشاغل اليوم النظام الانتخابي، واحنا طبعا كحزب حماة الوطن قلنا القائمة المغلقة لانها هي بتحقق الاستحقاق الدستوري الموجود والمواد الدستورية الموجودة علشان الكوتا بتاعة المرأة وذوي الاعاقة والعمال الفلاحين. طبعا يستحيل تكون هذا الكلام موجود في القائمة النسبية. اتكلمنا برضو في بعض الأمور في الدعم، وتكلمنا في أمر هام خاص بالقوائم الاحتياطية، يمكن حزب حماة الوطن قدم هذا المقترح بناء على ورش كثيرة اتعملت داخل مقر الحزب. قلنا القائمة الاحتياطية لابد يكون فيها توافق من الحزب، ما ينفعش أن المرشح يجيب حد
دون رجوع للحزب، يجيب حد تاني يقول ده الاحتياطي بتاعه، ولكن لازم الحزب يوافق عليه ويكون له المرجعية